راديو نيل. يا صباح الفل على كل اللي بيسمعوا نغم في 105.3 اغاني عايشينها. انا معاكم محمد بكر وبنبدا حلقه جديده من ايد في ايد اللي بتسمعوه كل يوم سبت وحد من 11 ل 12 الظهر. بنكون معاكم هنا على نغم اف ام، تسمعوا كل الاغاني وكمان في ايد في ايد بنبدا رحله مهمه لمؤسسات المجتمع المدني اللي الحقيقه بتوفر لاهلنا وناسنا الاكثر احتياجا في اماكن كتير جدا خدمات مهمه جدا. افتح قلبك لطريق السعاده، ده حلقه يعني ده موضوع حلقتنا النهاردة. خلي قلبك دايما سعيد بفعل الخير وبصناعة الخير، وده بيحصل لما نحط ايدنا في ايد بعض. الحقيقة يوم الحد اللي فات كان معانا جمعية مهمة جدا نفذت مشروع وليها هدف على أرض الواقع مهم جدا، هو التخلص من الفيروسات الكبدية. وبدأوا الحلم ده والطريق بدأ من سنة 95، فكانت حصن لمرضى الكبد في مصر، وكان لمؤسسيها السبق في فكرة قرية خالية من الفيروسات الكبدية، وده كان تحت رعاية الطبيب الكفء والعبقري والقريب من البسطاء وأهل الدقهلية الدكتور جمال شيحة، واللي بدأ بحلم بتقديم نموذج لأول قرية بلا فيروس يعني خالية من فيروس سي. فتطور الموضوع لأن هي تكون 100 قرية في غضون شهور. حلم جميل جدا ان يتحقق من مصري وبإرادة مصرية قوية، ده كان هدف سامي للغاية. جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية الحقيقة واحدة من الجمعيات اللي تفخر ان هي على أرض مصر، ويعني تكون سعيد كده بكل الخدمات الطبية اللي بتقدمها، ولما تعرف أكتر وأكتر عن نشاطها هتكون ضروري بتحط إيدك في إيد الجمعية علشان توصل لأهلنا وناسنا اللي محتاجين رعاية صحية في مجال الفيروسات الكبدية. النهاردة هنعرف تفاصيل أكتر عن الجمعية، وهتكون معانا الأستاذة نشوى أبو العلا مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. خليكم معانا هنا على نغم اف ام 105.3، ده رقم الاس ام اس، و 38 35 316 ده رقم تليفوننا. ايد في ايد على نغم اف ام لسه بيبدا حلقته معاكم النهارده يوم الاحد من 11 ل 12، وبتشرفنا في الاستوديو استاذه نشوى ابو العلا مدير اداره تنميه الموارد والفروع بجمعيه رعايه مرضى الكبد بالدقهليه. استاذه نشوى اهلا بيكي معانا على نغم اف ام. اهلا بيك يا محمد، صباح الخير عليك وعلى مستمعين نغم اف ام. اهلا بيكي. عايزين كده نفكر المستمعين اللي بيسمعونا لاول مره النهارده، ايه هي جمعيه رعايه مرضى الكبد بالدقهليه وبدات امتى؟ طيب احنا كنا اتكلمنا بان الجمعيه هي تم انشائها سنه 95، تمام، واشهارها كان سنه 97، رقم الاشهار 817، تمام. رئيس مجلس ادارتها دكتور جمال شيحه، هو استاذ الجهاز الهضمي والكبد في جامعه المنصوره. المستشفى طبعا قائمه او الجمعيه قائمه على جمع التبرعات لصالح مرضى الكبد الغير قادرين. تابع بقى هي كمان الجمعية، عايزة بس يعني أوضح نقطة، هي من 95 ولكن يعني بدأنا من الألفينات إن إحنا نركز قوي على الفيروسات الكبدية، تمام. عملنا حملات زي القضاء على يعني أو كرة خالية من فيروس سي، تمام. وكان دكتور جمال كانت مركزة أكتر على الدقهلية يعني. بالضبط. كان هدف دكتور جمال في البداية إن إحنا نبدأ إن إحنا نجرب على إن إحنا نوصل لقرية خالية من فيروس سي، وبعد كده نشوف هنعمل إيه. الحمد لله وصلنا في وقت قياسي لأن بقينا في 100 قرية خالية من فيروس سي. عظيم. 100 قرية، تمام. أنشطة بقى الجمعية أكيد ديها أنشطة مختلفة، فإيه هي أهم أنشطة أكيد. الجمعية؟ هو طبعا من أهم أنشطة الجمعية مستشفى الكبد المصري، هي تبع للجمعية وهي قائمة على علاج كل الحالات اللي بتجيلنا من أهالينا طبعا من جميع المحافظات، من استئصالات أورام وفيروس سي وفيروس بي وتليف كبد. كمان عندنا المعهد الفني للتمريض، تمام. المعهد ده تم إنشاؤه سنة 2019، تمام. عندنا طبعا طلبة بنؤهلهم للعمل على طول معاكم لسوق العمل يعني. وطبعا لازم يعني نخرج كفاءات تبقى قادرة ان هي تنزل يعني تكون موجودة متواجدة معانا برضو لخدمة اهالينا في المستشفى. عظيم جدا، يعني مستشفى ومعهد
تمريض خريجينه بيتم الاستفادة منهم في المستشفى وللجمعية وللمجال الطبي المصري عموما. تمام. كمان مهم جدا حابة أذكره من ضمن الأنشطة الحملات اللي احنا كنا بنعملها أو حملة القضاء على فيروس سي بالإضافة لمئة قرية خالية من فيروس سي، ومن خلالها برضو احنا كنا بنبقى موجودين على أرض الواقع في كل المحافظات يعني أو معظم محافظات مصر. كنا بننزل القرى، وكان بيبقى طبعا بيبقى فيه توعية للأهالي من خلال يعني بيبقى دايما في النجوع أو في القرى بيبقى فيه عمدة البلد أو الناس كبار الدين أو يعني أهالينا بتبقى موجودة بتحب إن هي تسمع لهم أو بتبقى مقتنعة بكلامهم. من خلال التوعية دي بدأنا إن احنا نعمل تحاليل لأهالينا في المحافظات دي وياخدوا العلاج كمان يعني. هل تحاليل خاصة بالفيروسات الكبدية فقط ولا تحاليل عموما يعني تشيك اب كده على الشخص؟ احنا كان تركيزنا ان احنا طبعا يعني كان معروف عن مصر ان فيها وباء كبير جدا طبعا. وصعب او يعني يكاد يكون مستحيل ان احنا نقضي عليه، ولكن كان تركيزنا ان احنا نوصل لمئة قرية خالية، فكان تركيز التحاليل على الفيروسات الكبدية طبعا. يعني هي ديت كانت لمحة وفكرة مختلفة أنها تبدأ في التسعينات، يمكن شفناها لما تحولت لمبادرة رئاسية كبيرة، وكانت من الإنجازات المهمة الحقيقة اللي اتحققت على أرض الواقع خلال السنين اللي فاتت أن تكون مصر خالية من فيروس سي. طيب خليني بمناسبة يعني مبادرة يعني طبعا كان دعم الرئيس مهم جامد أكيد. جدا لينا وتم إطلاق 100 مليون صحة أو يعني 100 بالضبط دي كان تم إلقائها في ملتقى أسوان للشباب سنة 2019. مظبوط. دعم الرئيس السيسي ساعدنا في ان احنا نوصل برضو بسهولة للناس وان احنا نقدر ان احنا نقضي على المرض بنسبة كبيرة جدا يعني. احنا في اخر 5 سنين تقريبا وصلنا لعلاج 5000 4 مليون مريض. يعني هو ده الاختلاف الحقيقة اللي احنا اللي جيلنا عايشه، ان في قيادة مهتمة بالصحة بتقدم فكر مختلف للتوعية، فالمواطن بقى عنده أريحية أنه يتعامل مع المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات الطبية. طيب يعني جمعية زي دي أكيد محتاجة أن احنا نكون إدنا في إيد بعض علشان نقدر نوفر حياة صحية كويسة جدا للمتلقي. فإزاي أنا لو أنا حابب أوصل بتبرعي لجمعية رعاية مرضى الكبد أروح لكم إزاي؟ طيب احنا ممكن من خلال الخط الساخن من 16499 تمام لينا حساب البنوك 606 606. احنا تمام. عندنا اكتر من فرع، ممكن كمان المندوب يوصل لباب البيت. تمام. واكيد في من خلال الانترنت على الموقع الخاص اكيد طبعا الجمعية. الموقع الخاص بالجمعية، وكمان الخط الساخن موجود ومتاح لكل اهالينا اللي محتاج ان هو يستفسر عن اي حاجة، حد عنده اي مشكلة صحية بيتواصل معنا. حتى مش بس للتبرع، انت لو عندك مشكلة صحية حابب تعرف ممكن تتلقى الخدمة العلاجية في جمعية رعاية مرضى الكبد ولا لا، 16499 ده رقم الخط الساخن. احنا لسه مكملين على نغم في ام ايد في ايد، وبتشرفنا في الاستوديو استاذة نشوى ابو العيلة مدير ادارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بلدقة اهلية. 16499 ده الخط الساخن لجمعية رعاية مرضى الكبد. خليكم معانا، احنا لسه مكملين ايد في ايد على نغم في ام. ايد في ايد مع محمد بكر على نغم اف ام، برعاية مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة سقيا الماء، وجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقة أهلية. ايد في ايد على نغم فأم، لسه مكمل معاكم، وبتشرفنا في الاستوديو استاذة نشوى ابو العيلة مدير ادارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقة أهلية. اتكلمنا عن الحلم اللي بدأ سنة 95 لخدمة اهلنا وناسنا والحفاظ على صحتهم من الفيروسات الكبدية، حلم نفخر به كلنا كمصريين انه هو موجود على الارض. استاذة نشوى، لو هنتكلم عن القوافل الطبية اللي تمت على مدار السنين اللي فاتت دي، وصلنا لكام قرية تم خدمتهم؟ طيب احنا يعني مبدئيا عايزة بس اتكلم في ان كان فكرة الدكتور جمال شيحة ان احنا ازاي نقدر نوصل لأهالينا. تمام.
زي ما كنت برضو قلت لك من شوية بكر ان احنا كان معروف ان مصر فيها وباء قوي جدا وصعب او مستحيل ان احنا نقدر نقضي عليه. فكان في هدف طول الوقت دكتور جمال كان بيفكر ان ازاي هنقدر نقضي على الوباء ده. فالفكرة بدأت بان احنا نوصل ننزل نبدأ ننزل قرية ونشوف رد فعل الناس هيكون عامل ازاي. احنا عايزين تركيزنا وهدفنا ان احنا نساعدهم، حقهم وحق أي مواطن مصري إن هو يعني ياخد رعاية طبية وعلاج يكون يعني في متناول الجميع. بدأنا ونزلنا في القرى، وكان هدفه إن إحنا مثلا من قرية لعشرين قرية خالية من فيروس سي. المفاجأة بقى إن إحنا وصلنا لمية قرية خالية من فيروس سي. تمام. ازاي بقى كان رقم كبير الحقيقه؟ واكيد كان في حصر الاعداد كبيره، وان انت يعني او يتم التفرقه ما بين فيروس سي وفيروس بي ده كان اكيد موضوع كبير. ده حقيقي. ولما نزلنا القريه يعني كان بيبقى في اجراء لازم بنعمله بدايه بقى اصلا من التوعيه، ان احنا بنوعي الناس ان في مرض وتعالوا يعني احنا هنساعدكم تعالوا اعملوا التحليل، او بدايه بقى من الشكه اللي احنا بناخدها عينه الدم للسونار للفايبروسكان. فايبروسكان ده لدرجه يعني قياس درجه التليف لصوره الدم للبي سي ار. كنا دايما نعمل كل حاجه ما عدا بنيجي لحد الجزئيه الخاصه بجهاز البي سي ار ده. كنا بنقول لاهالينا تعالوا يعني تعالوا لنا المستشفى علشان نعرف بقى الوضع عامل ازاي، وانتوا كتشخيص للحاله بتاعتكم يعني الاطباء طبعا الساده الاطباء يفيدونا في الجزئيه دي محتاجين ايه، سواء عندكم فيروس سي او بي او اورام. فبرضو يعني من ضمن الحاجات اللي دكتور جمال كان قاعد بيفكر فيها هو جهاز البي سي ار ده هو عبارة عن يونت كبيرة حاجة كده بحجم الدولاب. لما قعد طب ما هو ينفع ان هو يتجزأ ليونتس يعني ممكن انا محتاج مثلا 2 يونتس 16 يعني اي ما يعني هو عايز يصغر الحجم يعني. بالضبط يصغروا علشان احنا ليه ما ننقلش الاجهزة ونروح بيها لأهلينا في الكرة. وقد كان يعني ده اللي حصل بالفعل ان احنا بقينا بننقل حتى يعني بنيجي عند البي سي ار بقى وبقى موجود معنا. مثلا كان بيتم عمل تحاليل ل 500 مريض في القرية، كانوا 100 بياخدوا العلاج في نفس الوقت يعني الاجراء كله بياخد حوالي ساعتين 3 ساعات التحاليل دي. خلال 3 ساعات اهالينا بيستلموا العلاج وبيدقوا الجرعات بتاعتهم في نفس اليوم. وده اللي خلى برضو خليني اقول لك ان ده اللي كان سبب قوي جدا في ان مصر تحقق انجاز عظيم جدا. احنا اللي فرقنا او اللي ميزنا عن الدول الاوروبيه هناك عندهم تسرب. يعني بمعنى الناس بتكشف وما بيجوش علشان ياخدوا العلاج، يعني 50% مثلا من الحالات ما بيجيش علشان تاخد العلاج. والسبب فيه ان هو جهاز البي سي ار ده ان احنا وصلنا بيه لاهلنا. حتى فيما بعد برضو يعني الاخصائيين والاستشاريين الاطباء يعني تم كتابه بحث في الموضوع ده وتم عرضه في مؤتمر اتحاد الجامعات الخاص بالفيروسات الكبدية. وكانت حضرة ده طبعا تاني أهم وأكبر مؤتمر خاص بمرضى الكبد. كانت حضرة الـ WHO منظمة الصحة العالمية وطبعا ده بيحضروا أكتر من 10,000 شخص. وقالت في الاخر ان ده اختراع، هو يعني هو مش اختراع ولا حاجه بس يعني من كتر الانجاز وان احنا وصلنا لعدد كبير. بالظبط يعني حضرتك بتقارني باوروبا وامريكا ان مش الناس ما بتستمرش على العلاج بسبب ان اليونت بتاع البي سي ار ده يعني مش بيتحرك. حتى الدول الغنيه ما قدرتش توصل لده يعني حتى فيما بعد مؤسسه منظمه الصحه العالميه بقت يعني عايزه باكستان تجرب يعني او تنفذ التجربه بتاعتنا دي عندها على ارض الواقع لان يعني طبعا الاعداد كبيره جدا. طيب يعني فكر مختلف. فخلينا يا جماعة كمان نحيي دكتور جمال شيحة الحقيقة على فكره اللي وصل خدمة جمعية رعاية مرضى الكبد لمية قرية تكون خالية من الفيروسات الكبدية. زي ما سمعنا كده الجمعية يعني وفرت في 100 قرية الكشف على أهلنا وناسنا هناك علشان تكون القرى دي خالية من الفيروسات الكبدية. طيب لو هنتكلم يعني مش عايز بشكل سريع بس لمحة كده عن احتياجات المستشفى ايه دلوقتي او احتياجات الجمعية. طيب خليني برضه اقول في الاول احنا الحمد لله بفضل تبرعات يعني شركاء الخير معانا والنجاح احنا وصلنا يعني لعلاج الالاف من مرضى فيروس بي، عشرات الالاف من مرضى فيروس سي.
علاج طبعا حالات يعني تم إجراء العديد من عمليات استئصال الكبد أو استئصال الأورام من الكبد. يمكن مركزين بقى الفترة دي على الأجهزة، لأن برضو تمام. طول الوقت دكتور جمال مركز على أن نوصل واضح أن احتياجاتنا هي الأجهزة تساعد المريض علشان تساعد المريض ونوصل لأكبر عدد ممكن في قرى مصر لخدمة أهلنا وناسنا بشكل صحي ونوفر لهم حياة صحية كريمة. احنا لسه مكملين هنا إيد في إيد على نغم في أم، وبتشرفنا في الاستوديو أستاذة نشوى أبو العيلة مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد. هنسمع الأغنية دي وهنعرف اللي بيحدث الآن من الزميلة آية لطفي، ونرجع نكمل إيد في إيد على نغم فم. إيد في إيد على نغم فم لسه مكمل معاكم، وبتشرفنا في الاستوديو أستاذة نشوى أبو العلا مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بلدة قهلية. تكلمنا الحقيقة عن حلم مؤسسي أو مؤسس الجمعية دكتور جمال شيحة بوجود قرية واحدة بس خالية من الفيروسات الكبدية. وصلنا لمئة قرية، أو الحلم وصل لمئة قرية، وتطور الموضوع بعدها. عدد كبير جدا من أهلنا وناسنا بيتم خدمتهم صحيا في الدقهلية، وكمان من محافظات أخرى بيتم معالجتهم داخل جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. كنا بنتكلم عن الاحتياجات يا أستاذة نشوى للجمعية وللمستشفى. أكيد في أجهزة، يعني أنا يمكن اللي يدخل على الموقع الرسمي للجمعية هيلاقيكوا عاملين في آخر الصفحة خالص كده ميتر، يعني مقياس للتبرعات اللي بتيجي بأسامي الأجهزة، وصلتوا لكام في المية لكل جهاز. فدي حركة الحقيقة جميلة جدا، انك تعرف تبرعك حقق نسبة كام في المية في الجهاز ده، والجهاز ده هيجي يعني امتى. فخلينا نتكلم عن احتياجات الجمعية. طيب احنا دايما طول الوقت بنبقى مدين اولويات وبنركز عليها جامد جدا. الفترة دي من ضمن اولوياتنا ان احنا جهاز الرنين ده، زي ما كنت برضو اتكلمت معاك يا بكر، في ان دكتور جمال بيركز ان او بيدور على ان يعني كل حاجة تكون متاحة للمريض، متاحة للدرجة اللي تخليه يوصل بجهاز زي البي سي ار زي ما كنا بنتكلم للقرى بالضبط. يعني فحريص طول الوقت ان يبقى فيه اجهزة في المستشفى هي بتساعد المريض في ان نشخص حالته، او في ورم فنساعده في ان نستأصل الورم ده. من اهم بقى الاحتياجات اللي احنا محتاجينها الفترة دي هو جهاز الرنين. يعني ده بيساعد على اكتشاف التليف، ولو المريض محتاج استئصال يعني بيساعد في حاجات، طبعا حاجات طبية انا يعني ممكن ما اقدرش ابقى يعني حاجات يعني دقيقة شوية في الطب. كمان في اجهزة تانية خاصة باستئصال الكبد وتقليل النزيف، زي جهاز كي الكبد وتشريح الكبد. دي من اولويات الفترة دي اللي احنا محتاجينها. كمان في عندنا يعني احنا بنحاول طول الوقت يعني فيما يخص المستشفى طبعا الحمد لله هي معمولة على اعلى مستوى، يعني من خدمة لرعاية، بداية من استقبال المرضى واهالينا في المستشفى لقسم التحاليل والاشعة، مرورا لغرف الاقامة وغرف العمليات والعناية المركزة. فمحتاج عندنا يعني قائمة الانتظار كتيرة جدا. فتركزنا ان احنا يبقى فيه مبنى تاني، ده تمام. احنا مسمينه او يعني اطلقنا عليه مبنى به. المبنى ده هيبقى خاص ب هل بدأتوا فيه او ولا لسه؟ بدأنا، بس يعني هو محتاج طبعا يعني مبالغ كبيرة، تبرعات كبيرة جدا علشان نقدر ان احنا يعني ننجز في انشائه. طيب خليني كمان بذكر التبرعات افكر اللي بيسمعونا ان 16499 ده رقم الخط السابق لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، هيوصل لك المندوب في أي مكان ومن خلال كل البنوك المصرية على حساب 606-606، وكمان من خلال الموقع الرسمي للجمعية على الانترنت تقدر توصل بتبرعك. 16499 الخط الساخن، كمان تقدر تعرف الخدمة اللي انت محتاجها لو انت يعني مريض كبد ومحتاج تعرف ايه الخدمة اللي ممكن الجمعية توفرها لك، ده كمان من خلال 16499. طيب أستاذة نشوى، يعني بنتكلم زي ما حضرتك بتقولي عن قوائم الانتظار، هل الخدمة يعني خدمة أهلنا لكبار السن فقط ولا كمان للأطفال؟ لا، الخدمة متوفرة لكل، متوفرة لكبار السن والأطفال. احنا بيبقى عندنا حالات أطفال فيروس سي وفيروس بي، وده كان من ضمن برضو تركيز دكتور جمال شيحة ان احنا في عندنا أطفال يعني
يعني انا لو هحكي لك مثلا على سبيل المثال، احنا عندنا اسر بالكامل بتجينا بيكون عندها فيروس بي، الاب الام الابن الابنه فيروس، ومحتاجين علاج ومحتاجين جرعات. فاحنا مركزين جامد جدا على الاطفال الفتره دي. ويعني خليني برضو حابه اقول من خلال برنامج حضرتك ان احنا يعني اقفل طفل عنده فيروس سي او فيروس بي، يعني الاطفال محتاجه جامد جدا لدعم قوي جدا من خصوصا في القرى يعني المصريه. الاصابه بمثل هذه الفيروسات بيكون على نطاق واسع وكبير شويه، نظرا يعني لعدم وجود يعني فكر صحي او رعايه من الأسرة، على الأقل الثقافة مختلفة شوية عن ما احنا متعودين، ولكن ده بيزود يمكن أعداد الإصابات شوية. علشان كده لازم إيدينا تكون في إيد بعض علشان نوصل لأهلنا وناسنا في الأماكن دي، نوفر لهم توعية كويسة. وأكيد الجمعية بتقوم بدور للتوعية كبير طبعاً. يعني اللي خلاها تلف في 100 قرية تعالج الناس هناك من الفيروسات الكبدية، أكيد هي مش بتعالجهم وتمشي. ودور التوعية مهم جدا، لأن برضو لأن احنا نعرف أو نكتشف المرض بدري ده بيساعدنا طبعا. جامد جدا في العلاج بدري. يعني ممكن لا قدر الله لو حد أهمل في صحته هيوصل لتليف الكبد، فاحنا دايما بنبقى حريصين طول الوقت إن لو حد متشكك أو تعبان في تدهور في صحته، لا اكشف فورا واعمل تحاليلك واعرف عندك ايه بالظبط. طيب يعني اتكلمنا عن الاحتياجات، اتكلمنا عن ان الجمعية كمان بتقدم الرعاية لكل الكبار والصغيرين، الاطفال محتاجين يعني التعاون، وان احنا نحط ايدنا في ايد بعض علشان نوفر مبنى تاني علشان قوائم الانتظار. ف 16499 ده رقم الخط الساخن. اكيد في حكاوي كتير انسانية شفتيها، أكيد في يعني لمسات غيرت في مسيرة العمل التطوعي أو التنموي اللي حضرتك بتشتغليه. بتشوفي في متطوعين، بتشوفي في ناس في المعهد، معهد التمريض، أكيد بيبقوا محتاجين دعم بشكل أو بآخر. كل التفاصيل دي هنعرفها خلال الدقائق الجاية من أستاذة نشوى أبو العيلة، مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية. خليكم معنا على نغمة فهم، ايد في ايد على نغم في ام. لسه مكمل معاكم وخلاص حلقتنا يعني اوشكت على الانتهاء، ولكن يعني بنتكلم كده في الكواليس مع استاذة نشوى ابو العيلة، مدير ادارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد. الحالة اللي مصر عايشاها نفسها، اهتمام القيادة السياسية والتعاون ما بين مؤسسات الدولة، مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حاجة مشرفة الحقيقة. ففي تعاون حاصل ما بين الجمعية والدولة، احنا عايزين الناس تعرفوا ايه هو. طيب احنا بداية من تطور العلاج من 2012 و2013 ان يبقى التركيز على ان اصلا في علاج متاح للمواطن المصري. كان دور الدولة هنا طبعا مهم جدا، في ان الدولة هي كانت بتتحمل العلاج بالكامل، ان يبقى في علاج في متناول الجميع، تكلفته مش عالية، يعني سعره مش عالي، والدولة هي متكفلة بيه، سواء على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي أو من خلال نحن الجمعية بقى، من خلال المرضى بتجيلنا المستشفى وبيتم طبعا صرف العلاج لغير القادرين مجانا. كمان كان عندنا دعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض الوزارات زي وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي. أكيد كمان كنا في خلال الفترة اللي كنا بننزل فيها قوافل وفيما يخص مبادرة 100 مليون، يعني لا يمكن قبلها كمان بقى، يعني قرية خالية من فيروس سي كان كمان يعني معانا كابتن أحمد حسن ووزيرة الهجرة دكتورة نبيلة مكرم، كان كنا بننزل نعمل ماراثون لتوعية الناس، احنا بنقول لهم احنا موجودين. يعني ده كمان من دور الجمعية طبعا، ان هي بتوعي. ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان مش بس بتقدم الخدمة العلاجية او الصحية، لا هي كمان بتوفر التوعية لاهلنا وناسنا في القرى دي علشان الحفاظ على صحة الاجيال القادمة من الفيروسات الكبدية. كان حاضر معنا كمان، يعني كان في سبورت لينا كتير جدا من الشخصيات العامة، فده كان حاجة برضو كويسة جدا وساعدتنا في ان احنا وصلنا للانجاز العظيم اللي احنا عملناه خلال السنوات اللي فاتت. طيب ده تعاون محمود جدا، مختلف،
بيوفر بشكل أو بآخر راحة نفسية كمان للمتلقي، للمواطن المصري. والدولة الحقيقة بذلت مجهود كبير جدا في موضوع الفيروسات الكبدية لعلاج المصريين بشكل كبير. طبعا كمان يعني 100 مليون صحة هو يعتبر مشروع طبعاً. قومي، حاجة مهمة جدا طبعاً. حاجة عظيمة جدا. يعني الواحد مش متخيل مصر من غير مبادرات شبه دي كان الحال هيبقى عامل ازاي. ده حقيقي. بس الحمد لله ان احنا يعني خلال السنين دي اتحقق على ارض الواقع مجهودات كبيره جدا في المجال الصحي والمجال التنموي بشكل كبير جدا. كنا بنتكلم كمان عن الحالات الانسانيه اللي بتشوفيها، فايه اكتر حاله لمستك؟ انا لو هقعد بقى احكي معاك عن هتبقى حكاوي كتير، هنقعد لبكره تقريبا. بس يعني يمكن من اكتر الحالات اللي هي فعلا كلنا تاثرنا بيها لما اكتشفنا عندنا حد يعني او سيده هي اسمها هديه، وهي فعلا هديه جات لنا كده من عند من ربنا ان احنا نقدر نساعدها. الست دي كانت هي ارمله وعندها 7 اولاد ومفيش معاش، ويعني صحيا وماديا تكاد تكون منعدمه يعني. الفكرة كمان بقى أنا لما يعني بدأنا نحن نعرض الحالة دي كتير كان محتاج ان هو يعني كتير كان حابب ان هو يساعد الحالة لحد يوم العملية بتاع يعني يوم اللي هي يعني هي بالمناسبة كان عندها ورم والمفروض ان هو يتم استئصاله في أسرع وقت. جالنا متبرع واصطمم ان هو يقف معاها ويحضر العملية، وبعد العملية طبعا يعني دي عملية كبيرة جدا وخطيرة جدا بتقعد معانا فترة كام يوم في المستشفى، بقى معاها وبيطمن عليها. هنا بقى كمان بيظهر معدن المصريين وان هم قد ايه داعمين واحنا موجودين واحنا عايزينكم في احسن حال. فدي يمكن كانت من اكثر القصص اللي كانت مؤثرة. اكيد ان انت تشوفي خدمة الاف في 100 قرية تم خدمتهم من خلال جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، أكيد في لمحات إنسانية كتيرة جدا. أستاذة نشوى أبو العلا مدير إدارة تنمية الموارد والفروع بجمعية رعاية مرضى الكبد، شرفتينا على نغم فام. ارسي ليك يا محمد. شكرا ان شاء الله لقاء يتجدد. خلينا افكركم قبل ما نمشي ان 16499 ده رقم الخط الساخن، وكمان تقدروا من كل البنوك المصريه توصلوا بتبرعاتكم على 606 لجمعيه رعايه مرضى الكبد. ان شاء الله الاسبوع الجاي سبت وحد من 11 ل 12 هنكون معاكم هنا ايد في ايد.